تقع مدينة قم بصالح في الجنوب الشرقي لموريتانيا، ويعود تاريخ المدينة إلى القرن الثالث الميلادي، إبان سيطرة القبائل الماندية الوثنية على القوافل التجارية بين قم بصالح وأوداغوست وتمبكتو. وخلال القرن السابع الميلادي برزت إمبراطورية غانا كقوة عظمى في المنطقة، حيث اتخذت من مدينة قم بصالح عاصمة لها. ومن المفارقات التي تدل على حجم العمران والنماء الذي مرت به المدينة أنها مع حلول القرن الحادي عشر الميلادي وصل عدد سكانها 30,000 نسمة، مجسدة بذلك أكبر مدينة في القارة الإفريقية. تتكون المدينة من مركزين، شمالي عرف بمساجده الاثني عشر، وجنوبي عرف بالقلعة التي تضم القصر الملكي. اندثرت المدينة بفعل العوامل المدمرة إلى أن أعيد اكتشافها عام 1913، حيث صارت مركزا للحفريات وقبلة لعلماء الآثار من جميع أنحاء العالم. وتوجد اليوم في نفس المكان مدينة جديدة تحمل مسمى المدينة القديم.